النهاردة لقاءنا النهاردة من مصر الجديدة، ولازم النهاردة نتفرج وجاي النهاردة عشان ديكو درس جديد، وهو عن البطة الشجاعة. درس النهاردة اللي هكلم عليه بطة الشجاعة، وقد ايه كانت رحلة كفاحها عشان نتعلم منها حاجات كتير. بصوا ورايا للشجر اللي موجود بقاله 4000 سنة. كانت تيجي البطة الشجاعة هنا، كانت زمان كانت رملة زمان، وكانت تيجي البطة الشجاعة تقعد تتنطط، تقعد تطلع فوق الجبل لحد تطلع فوق قمة الجبل فوق، وتقعد تتفرج على الأنهار من تحت، وتقعد تتفرج على السروب. السرب ده عبارة عن خشبتين لاصقين في قلب بعض، بيركب عليها 4 من الجنود بيعدوا بيها النهر الناحية التانية. تقعد تتفرج، نفسها تقعد تتفرج، ويجي ميكي ماوس وقومه وجيوشه من ورا عشان ينقضوا عليها، لكن عندها صبر إن هي هتقعد تتفرج. فاكر الحاجات بتاعت الكرتون بتاع زمان دي؟ فاكرها؟ اه فاكرها. النهارده انا لازم افكرك بالحاجات بتاعت الكرتون والبطة الشجاعة وايام كانت امك تنادي عليك بره تقول لك في حصان كمان مستنيك، اخرج له. تقول لا لا، النهارده الحلقة الأخيرة أنا لازم أعرف البطة الشجاعة هتعمل إيه. تاني درس النهارده معايا الولاعة جميلة الصفرة. شوف يا ريت المخ يجيب الولاعه تصفر، يا ريت. بص لما تدوس على الزرار، هي مش شغاله عطلانه دلوقتي، بس تدوس على الزرار بتولع نار. هي بس مش عايزه تشتغل معلقه، لكن تقعد تولع نار. زمان لما كان يجي واحد من شيخ القبيله عشان يولع سيجاره، يقعد يعمل زرارتين من شرق المغرب لحد المغرب، من الشروق لحد الغروب عشان يولع سيجاره. دلوقتي انت بضغطه الزر تقدر تولع السيجاره. شوف احنا اتقدمنا ازاي؟ انت كمان مش نفسك تتقدم؟ يا ريت يا جماعه النهارده نبتدي نشتري ولاعات عشان خاطر نجيب الحاجات الحلوه ونعرف نولع السيجاره كويس. والحاجه الثانيه نتفرج على كرتون كتير. اتفرج على كرتون. انت لازم تتفرج على كرتون من النهارده، لازم تاخد عهد على نفسك انك تتفرج على كرتون. لقاءنا الجاي ان شاء الله مع الدبدوبه، ودي شخصيه من الشخصيات اللي انا عمال بقدمها بقالي فتره، وعمال بكتب عنها وبحثت عنها كتير، وهي شخصيه الدبدوبه. والمره الجايه هنتكلم عن انجازاتها وعن حاجاتها اللي هي بتعملها. لقاء سعيد، مع السلامه.